السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نديروا قريوش بطريقة سهلة بالمساك، يعني طيبوه بالمساك يجيكم بزاف ناجح وبزاف رائع. هذا القريوش بزاف خزنطاب، القريوش الوردة. هنايا واش نحتاجو في المقادير نتاعنا؟ هنايا عندي 260 غرام نتاع فارينة، او ديروا 250 غرام، انا درت 260 غرام نتاع فارينة. هنايا عندي 65 غرام، عفوا 65 غرام تاع زبدة مذوبة، ونخلوها تبرد تاخد درجة حرارة الغرفة. وهنايا عندي ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى، نصف ملعقة صغيرة عفوا. وهنايا عندي قرصة تاع ملح، وعندي نصف ملعقة صغيرة تاع خل أبيض، يعني الخلي ما درناها شاشه للقريوش. وهنا عندي بيضه راح نستعمل منها غير الصفار. وهنا عندي ملعقه صغيره تاع لافاني للتنكيه. وهنا عندي مزيج ما بين ماء عادي وماء الزهر لجمع المكونات. اذا نروحوا للطريقه مباشره، وكالعاده نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. اذا حبيتوا ديروا كميه كبيره ما عليكم غير تضاعفوا المقادير. اول حاجه نديروها هنا راح نغربل الفارينة، يعني راح نغربل الفارينة ونضع كل المكونات الجافة باه ينجح لكم القريوش تاعكم. تبعوا كامل النصائح ضروري، يعني ترك سمعوا واش راني نهدر، ما تفوتوا حتى كلمة باش ينجح لكم. الو هنايا نحط لافاني، هنايا نضيف الخميرة وندير الملح، هذيك القرصة نتاع الملح. هنايا ناخد فوي ندير الزبدة ونخلطها بالفوي مع الفارينة. نزيد هذيك النصف ملعقة تاع خل أبيض. بالنسبه للخل راهو كاين خل، يعني ماشي بهار التتبيل هذاك اللي يجي بالثوم، راه كاين خل يا اما شريو تاع الليمون اذا ما لقيتوش خل طبيعي. غير ما تلقاوه عند الكنكيري، يعني هذا كولي يباع خل طبيعي. والان راح ناخذ البيضه راح نقسمها لاني نحتاج غير الصفار. هكذا نحط الصفار، البياض نحطه على جنب نحتاجه فيه مع بعض. نحط الصفار وبالفوي كذلك ندخله بالفارينة. هنا اذا ضعفتوا، فقط ملاحظة، اذا ضعفتوا الكمية ودرتوا يعني 500 غرام تاع فارينة، ديروا صفار بيضة واحدة، يعني ما ديروش في الصفار ما تضعفوش. اذا هنا الفوي ساعدكم باش توزعوا. والان راح نبدا نلم لاباط نتاعي. دوك نقول لكم هنايا راني درت 100 غرام نتاع مزيج ما بين الماء، 100 مليلتر عفوا، مزيج ما بين الماء وماء الزهر. نزيد شويه فقط، لانه العجينه ما لازمش تكون يابسه بزاف، وفي نفس الوقت ما لازمش تكون طريه. احنا مازال تحت شويه. اذا هنا خدات لي حوالي 90 مليلتر فقط نتاع ماء وماء الزهر. والان واش ندير؟ راح نعجن لاباط جيدا. جيدا كما راكم تلاحظوا حتى ولات طريه. الان استغرقت مني حوالي 10 دقائق. نغطيها في كيس بلاستيكي او بابي فيلم ونحطها على جنب ونخليها
ترتاح يعني على الأقل 15 دقيقة أو 20 دقيقة قبل ما نبدأ الخدمة بها. بعد ما ارتاحت لاباط نتاعي مدة 20 دقيقة كما راكم تلاحظوا، راح نقسمها إلى قسمين لأن لو بلون دو طرافاي تاعي شوية صغير باش تسهل عليا كي نبسطها. وراح نجيب النشا، بالاستعانة بالنشا راح نفتحها رقيقة جدا. نفتحها بسمك رقيق بزاف كما راكم تلاحظوا، نطويها لزوج هكذا. نزيد ندير لها النشا، ونزيد نبسطها رقيقة. ونزيد نطويها لزوج، يعني مجموع الطيات هي ربعة. نديرو لها النشا كي نطويو لأنه يساعدها في التوريق. والآن راح نفتح رقيقة جدا بسمك 2 مليمتر قبل ما نبدأ نطبعها. والآن نجيب قطاعة دائرية كما راكم تلاحظوا، دائرية الشكل مشرشفة، وراح نطبع ونضغط جيدا، نطبع دوائر. بعد ما نطبعها كاملة نحي هذيك لاباط زايدة، نعجنها شوية ونديرها في ورق فيلم ونخليها تريح جيدا. لازم تريح مليح مليح قبل ما نبداو نخدموها. الآن نروح للمونتاج نتاع الكريوش تاعي. ناخد بياض البيض ونضع في الوسط، نحط الدائرة الثانية، نزيد ندير لها بياض البيض، نزيد الدائرة الثالثة، نزيد ندير لها بياض البيض، نضغط جيدا في الوسط باش تلصق كل الدوائر مع بعضها. نضغطها كمليح سيرتو في الوسط، نضغط مليح مليح جيدا. هنا نزيدو نضغطو شوية بالفرشيطة باش نضمنو باللي لصقوا بياض البيض مع بعضهم وباش ما يتفتحوناش. والآن أنا مستعملة هاد المساك نضيف باش نطيب بيه. إذا كما راكم تلاحظوا أنا كنت ديجا حطيت وحدة، راح نحط معكم الثانية. راح نبقاو واضعين يعني هكا المساك بهذا الشكل حتى نشوفوا باللي هاد يعني هاد الاوراق تورقت تاع الكريوش، هاد الدوائر تورقوا. هنا يسمحوا لي راح يعني ما نحيش مقطع الفيديو باش تشوفوا بالتفصيل. وهنايا ضروري انكم يعني تضغطوا جيدا في الوسط باش ما تتفتح لكمش، وما تحركوش الحبه تاع الكريوش تاعكم، خلوها فقط تعوم وحديها في الزيت. مره على مره رميو عليها الزيت حتى يعني تطيب وحديها. كما قلت لكم الزيت يكون سخون وغزير، ولكن تنقصوا النار باه يطيب لكم من داخل. اذا برك بالمساك نلعبوا هكا. اذا عندكم مساك يعني تاع خشب راح يكون افضل. بعد ما تورقوا راح نحي المساك. اذا كما شفتوا طريقه ولا اسهل. الان واش ندير؟ راح نقلب الحبه نتاعي ونخليها هكا وحديها حتى تطيب جيدا من تحت وتتحمر تاخذ لون ذهبي جميل. يعني هنايا حطوا وحده القدره تاعكم، حطوا صحن فيه ورق ماس للزيت. اذا ها هي الحبه، شوفوا نضغط عليها جيدا، نحكمها بالمساك. سمحوا لي على الاعاده، ولكن في الاعاده افاده معنا مبتدئات باش يفهموا جيدا. و نحرك بهذا الشكل، حتى
ان يتورق الكريوش تاعي، وفي الاخير لما يتورق نحيو المزاج. اذا نحي المزاج تحصلوا على هذه النتيجه. اذا نهز الحبات تاع الكريوش ونحطهم في ورق ماس للزيت. اذا انا نكملهم كامل نرجع لكم ان شاء الله باه نعزلوهم. خوتاتي انا هنا بما انه حطيت يعني الكريوش يقطر منه الزيت في البابي ابسوربا، فهنايا ضروري لاصل نسخنها. اذا انا هنا حطيت لاصل تسخن، لما تسخن راح نعسل الكريوش نتاعي. اذا هنايا خوتاتي راني سخنت العسل، وهنايا راني طفيت النار، حذاري يعني تخلوها النار شاعله عليها، وراح نبدا نحط الكريوش تاعي ونخليه يتعسل جيدا، يعني حوالي 6 دقائق حتى يتشرب يعني مليح هذاك العسل ويتشبع به. وديروا طبعا كسكاس قدام كما انا درت كسكاس، و لما يتعسل الكريوش، انا راني مكونسونطريه مع الكريوش على بها راحت لي الهضره. لما يتعسل الكريوش نحطوا في هذاك الكسكاس باش تنزل منه كميه العسل الزائده. اذا انا راح نعسلو ونرجع لكم ان شاء الله مع النتيجه. ها هو الكريوش نتاعي خوتاتي، ان شاء الله يكون نال الاعجاب نتاعكم، سهلته لكم الى ابسط الحدود. كما قلت لكم تبعوا مليح يعني النصائح اللي مديت لكم، كي تركبوهم لصقوهم جيدا وتضغطوا عليهم جيدا بيديكم، وكي تحطوهم في المساك خليهم حتى يتورقوا جيدا، بعد نحيو المساك وخليهم يطيبوا وحديهم على نار قليله كما قلت لكم في زيت تغزير. ومن الافضل كميه الزيت تغطي الكريوش يعني باه يطيب لكم بلون موحد. اذا ها هو، ها هو شوفوا يجي مقرمش وهش بزاف، شوفوا يجي ولا اروع. نعتذر منكم على هذه الحبه اللي ندبت لها، ولكن فقط باش تشوفوا القرمش نتاعو. اذا هذه هي، تقدروا يعني ما تعسلوش، تحطوه فقط في علبه محكمه الاغلاق، اعتذر محكمه الاغلاق، وتخليوه حتى نهار تعودوا تقدموه تسخنوا شويه عسل وتعسلوه هكا باش ما يرطب لكمش. اذا عجبتكم وصفه اليوم ديروا لي شير في الفيديو، وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.